نعم دكتور علاء، هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بسيناريو أن إيران يمكن أن تغتال شخصية كبيرة في الكيان الصهيوني على غرار اغتيال إسماعيل هنية. هل هذا السيناريو وارد في ظل المعطيات الحالية وفي ظل حرص إيران أو تصريحات إيران بأنها لا تريد أن توسع الحرب؟ هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا، ولكن هل يمكن إيجاد شخصية كهذه؟ هل يمكن أن نحن نعلم أن في انتظار رد حزب الله نتنياهو طالب بتأمين زوجته وابنه في الكرياء وفي ما يسمى الحفرة في مكان آمن تحت الأرض حتى لا يتم اغتيالهم، لأنه بعد ما شاهدنا هناك طائرة مسيرة صورت بيت نتنياهو في مدينة قيصاريا في الفلسطينية المحتلة. لذلك كان يبحث حزب الله عن هدف بهذا المعنى، رئيس أركان وزير الحرب نتنياهو، من له قيمة حتى لا يتصاعد الأمر إلى حرب إقليمية. لذلك إذا وجدت إيران فرصة بتنفيذ اغتيال كهذا ستفعل، ونحن نعلم أن الكيان استدعى قياداته وجنرالاته من أذربيجان وجورجيا قبل بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والسيد فؤاد شكر حتى لا يتم اغتياله. يعني الكيان الصهيوني يضع في الاعتبار أن هذا السيناريو هو الأقرب وهو الأسهل بالنسبة للإيرانيين والأكثر موازنة في الرد، ولن يشعل حربا إقليميا. ولكن إذا لم يستطيعوا ذلك فالأكثر ترجيحا أن هناك ضربة بالصواريخ والمسيرات ستنطلق من إيران باتجاه الكيان الصهيوني، يعني سيكون ردا مباشرا على أهداف عسكرية وأهداف استراتيجية تعطي معنى وقيمة للرد الإيراني، لا يسجل فقط بالكيان ويسجل أيضا في دول المنطقة التي تنظر إلى الموضوع. ونحن نعلم أن إذا فقدت إيران ومحورها قوة الردع فإن العودة للاتفاقية الإبراهيمية وإلى طريق ممر دلهي حيفا عبر الأراضي العربية سيكون جاهزا، يعني سيعود التطبيع، لأنه إسرائيل ضعيفة لا يريد، لن يطبع معها أحد ولن يواصل معها أحد علاقة تحالفية كما كان في السابق. ولكن إسرائيل ضعيفة لن يرغب أحد في العلاقة معها، وربما ستتغير موازين القوى في المنطقة ونشهد علاقات تطبيعية مع إيران ما بين الدول العربية وإيران وليس في المقابل. لذلك لا، الإيرانيين حريصين جدا على تنفيذ رد له معنى يعيد لهم قيمته ويبرهن على أن إيران قوية وإيران يمكن أن يعتمد عليها وهي لم ترتدع من الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني هو الضعيف وهو المردود. هذا مهم جدا للسياسة الإيرانية، ولذلك إيران سترد، يعني أنا على يقين أن إيران سترد لأنه خسارتها بعدم الرد كبيرة جدا. نعم وصل فكرة، شكرا جزيلا دكتور علاء أبو عامر الباحث الأكاديمي الفلسطيني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.